والترارزا يشرف زوال اليوم في مدينة روسو على إطلاق عملية لتوزيع كميات من السمك على بعض الأسر في المدينة. السلطات الإدارية في مقاطعة القصيبة تواصل مواكبتها لتموين السوق بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك. أهلا مرحبا بكم. أشرف والي ترارزا زوال اليوم في مدينة روسو على إطلاق عملية لتوزيع كميات من السمك على الأسر في المدينة، وقد استفاد من العملية العشرات من الأسر الأقل دخلا في مختلف الأحياء والبلديات التابعة لمقاطعة روسو. وسط حي مدينة في روسو وبمحاذاة السوق المركزي، بدأ ممثلو الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك بإشراف من والي ترارزا محمد أحمد مولود توزيع الأسماك مجانا على ممثلي الأحياء السكنية المستفيدة من هذه العملية التي تدخل في إطار مواكبة قطاع الصيد والاقتصاد البحري لجهود الدولة خلال شهر رمضان المبارك. البداية أتمنى صوم مبرور وأجر موفور كافة ساكنة ولاية ترارزا، والأخص الطبقات المتعففة الضعيفة، واللي جيت هون لكن اشرف على توزيع كميات معتبره من الاسماك جيده على هاي الضعاف اللي هي، واللي مقدره ب 15 طن بالنسبه للمجموعات المتعففه بالولايه، والله بعض مقاطعات الولايه اللي فيهم تواجد كبير للناس اللي ضعيفه، هم ايضا 600 كيل لام واصحاب المحاضر، وهذا داخل في اطار جهود الدوله قطاعاتها المختلفة. تأكد اللي يتعلق بوزارة الصيد والاقتصاد البحري اللي دائبت لنا كل سنة تمشي كميات معتبرة من السمك لصالح الطبقات المتعففة الضعيفة اللي ياكل يعاونهم في الصوم. يتم توزيع الكمية المبرمجة على البلديات المستفيدة بالتنسيق مع السلطات المقاطعية. البلديات المستفيدة بلدية الشمامة وبلدية الشطايات وبلدية روسو وبلدية جد المحقن، أهم توزيعات مجانية. زيادة على توزيع المجاني اليومي استفاد منه المقاطعة كاملة، مقاطعة والبلديات وتابع كامل بلدية روسو اللي هي بعد مركز الشركة الوطنية توزيع الأسماك في روسو. وموازاة مع عملية تقسيم السمك مجانا، يتم أيضا تموين النقطة الخاصة بالبيع خلال 3 أيام من كل أسبوع لتوفير مادة السمك بأسعار في المتناول وبشكل يومي. مختار بابو الأحمد، قناة الموريتانية، مدينة روسو. إلى ولاية تيرزامور، حيث أطلقت خيرية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم السنين مكونة دعم متقاعد الشركة خلال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر توزيع 250 سلة غذائية. تأتي هذه العملية التي أشرف على إطلاقها حاكم مقاطعة زورات محمد محمود ورسد علي ضمن البرنامج الرمضاني الذي تطلقه الخيرية في الشهر الفضيل الهادف إلى تقديم العون للمواطنين من ذوي الدخل المحدود. وبهذه المناسبة ثمن رئيس مكتب متقاعد سنين فيزوالات عمار والبيروك هذه الخطوة التي سيكون لها الأثر الإيجابي على أسر متقاعد الشركة خاصة الأرامل والأيتام، منوها بأهميتها في تقوية الروابط بين إدارة الشركة وعمالها المتقاعدين. يشهد السوق المركزي بمقاطعة القصيبة بولاية غرغل حركية كبيرة من المواطنين لاقتناء حاجياتهم الرمضانية، وتؤكد السلطات الإدارية في هذه المقاطعة أن السوق تم تموينه بجميع المواد الأساسية خلال شهر رمضان. يعتبر السوق المركزي في مقاطعة القصيبة من أنشط الأسواق في غرغل نظرا للموقع الجغرافي لهذه المدينة التي تقع على طريق كيهيدي سليبابي، وترتفع وتيرة الإقبال في هذا السوق خلال أيام الشهر الكريم، حيث تزود المحلات التجارية الكبرى مختلف القرى والبلديات بالمواد الغذائية الأساسية. وللوقوف على وضعية السوق ومستوى التموين، أدى حاكم المقاطعة زيارة لمختلف أجنحة هذا السوق شملت نقاط التزويد الكبرى، إضافة إلى جناح بيع الخضروات، حيث تعرف على طبيعة التموين وحجم إقبال المواطنين ومستوى الأسعار. قمنا بزيارة لسوق مدينة القصيبة للاطلاع على وضعية الأسعار ومدى توفر البضاعة في هذا السوق الحيوي اللي في هذه فترة رمضان. الحمد لله البضاعة متوفرة بشكل كافي والأسعار مستقرة، وبالتالي ما لاحظنا فيه زيادة في أسعار البضائع
وما شاء الله المواد متوفرة بالكمية المطلوبة حيث أنها تغطي حاجيات المواطنين. ويعمل قسم اتحادية التجار في مقاطعة القصيبة على تلبية مطالب السلطات الإدارية بخصوص توفير المواد الضرورية بالكميات الكافية مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين. ما بهم زيادة الحمد لله في الأسعار مقارنة بالسنة الماضية. المواطن تبارك الله يجبر حاجته طريقة ما شاء الله سلسة ولا بهم الحمد لله مضاربات ولا بهم شيء. وبضائع رمضان مليت ما شاء الله توفرت من ناحية التمور ومن ناحية المواد كاملة اللي يحتاجها رمضان والخضروات وغيره. بالنسبة للسوق ما شاء الله ما قال في شيء، جميع البضائع الحمد لله متوفرة وبأسعار مناسبة الحمد لله للجميع، والأمن الحمد لله خالي، والسلطات الإدارية هنا مولي قائمة مسؤولية بالنسبة لتنظيم الطرق وتابعه السوق. وتؤكد السلطات الإدارية في غورغول أن اللجان المقاطعية تتابع وضعية الأسواق بشكل دائم لضمان تموينها والتغلب على النقص في المواد مع متابعة يومية لمستوى أسعار المواد الاستهلاكية. لقناة الموريتانية معاد عبداوة، مدينة القصيبة. احتضنت مدينة أطار ليلة البارحة حفل توزيع جوائز النسخة الرابعة من المسابقة القرآنية السنوية لطلبة المحاضر المنظمة في إطار الإحياء الرمضاني بالولاية، وشملت فقرات الحفل تسليم مبالغ نقدية على الفائزين الأوائل في مستويات المسابقة الثلاث، إضافة إلى تسليم شهادات تكريمية. في دار الشباب الجديدة بمدينة أطار تم تكريم الفائزين الأوائل في النسخة الرابعة من المسابقة القرآنية الرمضانية لرابطة محاضر أدرار بإشراف من السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين. وشملت التكريمات المقدمة جوائز مالية على الطلبة الفائزين في مستويات المسابقة الثلاث، إضافة إلى تسليم شهادات تقديرية على المشاركين. شعوري زين الحمد لله لا يوصف. هذا كان بعد تحضير وتعب قبل المسابقة، والله قبل في المسابقة بأسابيع شوي كنت الحظ له. شعوري عني فرح وسعيد ومسرور بهذه المسابقة القرآنية. فايت تكريم القرآن الكريم وحث الناس على كتاب الله والتمسك به. ويأتي تنظيم هذه المسابقة القرآنية السنوية في إطار الإحياء الرمضاني الذي دأب قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم العصري على إقامته إحياء للشهر الكريم. نجتمع الليلة لتدارس هذه الجوائز التي نحفز بها طلبة كتاب الله العزيز. حقيقة المتنافسون فائزون كلهم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما قال ابن بري في الدرر اللوامع: وبعد فعلمن علم القرآن أجمل ما به تحل الإنسان. بدوره رئيس رابطة محاضر أدرار استعرض الدور الذي تقوم به الرابطة منذ إنشائها قبل 4 سنوات في مجال تشييع النشي على حفظ كتاب الله وتجويده. إنه لشرف لي عظيم أن أقف أمامكم في هذه الليلة المباركة، ليلة منتصف شهر رمضان، وقد كنا في الليالي الماضية في سمر وإحياء لهذا الشهر الكريم بمنافسة بين الطلاب والطالبات المشاركين في مسابقة رابطة محاضر أدرار السنوية، فقد كرمت كثيرا من المحاضر وكثيرا من شيوخ المحاضر وكثيرا من الطلاب، وهذا إنما هو نشاط واحد من أنشطتها. وقد شارك في المسابقة القرآنية أزيد من 140 متسابقا يتوزعون بين الذكور والإناث، حيث أشرفت عليهم لجنة تحكيم من أئمة المساجد وشيوخ المحاضر بالولاية. الفاغوي للشيباني، قناة الموريتانية، مدينة أطهر. في نفس الموضوع اختتمت الجمعية الموريتانية لرعاية الطفولة مساء أمس بمدينة واديبو مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده التي أطلقتها مع بداية شهر رمضان. وقد مكنت هذه المسابقة من اكتشاف عديد القدرات والمواهب الصاعدة في مجال حفظ القرآن الكريم وتجويده.
ويأتي تنظيم هذه المسابقة ضمن أهداف الجمعية الرامية إلى رعاية الأطفال ومساعدتهم في الأخذ بأسباب العلم والمعرفة وتربيتهم وفق المناهج التربوية السليمة. وقد توجت هذه المسابقة التي تدخل ضمن أنشطة الإحياء الرمضاني بتوزيع جوائز على المتميزين في حفظ القرآن الكريم وتجويده. جرت فعاليات هذه النسخة بحضور المدير الجهوي للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والعمدة المساعد لبلدية نواذيب ورئيسة الجمعية وجمع غفير من سكان المدينة. نبقى في مدينة نواذيب، حيث يقبل بعض المواطنين في ليالي رمضان على إقامة سهرات المديحية للتغني بشمائل خير البرية. وتستقطب هذه المدائح الدينية التي تتواصل إلى وقت متأخر من الليل تستقطب اهتمام سكان المدينة. في ليالي رمضان تدب الحياة في أحياء المدينة لتكسر هدوءها بعد يوم من الصيام والعمل. فبعد صلاة التراويح يتداعى سكان عديد الأحياء إلى حلقات مديحية تمجد وتعدد خصال خير البرية عليه الصلاة والسلام. وتستميل هذه السهرات المديحية عواطف ساكنة المدينة انطلاقا من حبهم للمصطفى وسيرته النبوية عليه الصلاة والسلام. انتهجنا هذه الفكرة لأنها في شهر رمضان المبارك في العديد من الأنشطة لا تليق في هذا الشهر المبارك، فانتهجنا فكرة الأنشطة الرمضانية والأنشطة المديحية لأنها مناسبة لهذا الشهر الفضيل، وهي محببة عند المسلمين ككل بشكل عام وخاصة في مجتمعنا الشنقيطي الموريتاني. الهدف من السهرات الإحياء ليالي رمضان للفضيلة في الشهر الكريم، ونوحلوا الشباب في ذاك وهيعود فايت وجينا الناس إن شاء الله من كل بلاصة إن شاء الله يحضروا المدح رجالوا عليها الحمد لله عقب التراوح. ويؤكد الحماس والتفاعل مع هذه المقاطع المديحية مدى الفهم والاطلاع التام على معانيها السامية في ترسيخ قيم التكافل والتسامح والمحبة والإخاء. زين عندنا ما شاء الله ما شاء الله المدح وصفقوا ونرقصوا وزقرتوا جاي مشق الصاله ونحو المدح زين عندي ان شاء الله وفرقه زين عندي ان شاء الله المدح. وتستمر هذه المدايح الدينيه الى وقت متاخر من الليل في تقليد سنوي ألفه سكان المدينه طيله شهر التوبه والرحمه رمضان. نعود إلى ولاية أدرار، حيث عقد المجلس البلدي في مدينة أطار عقد اليوم الدورة العادية الأولى للسنة الحالية تحت رئاسة إبراهيم والدبدبة عمدة البلدية وبحضور حاكم مقاطعة أطار مولاي إسماعيل المرتجي والشرفة والمستشارين البلديين. تناول الاجتماع قراءة لتقرير ما بين الدورتين والمصادقة على مشروع الميزانية التكميلية للسنة الحالية والمصادقة على الحساب الإداري والتسييري ومراجعة الوعاء الضريبي، إضافة إلى الموافقة على اقتناء سيارة للخدمة لصالح البلدية وعلاوات رؤساء المصالح. إلى ولاية الأعصاب، حيث ازداد إقبال الشباب على زراعة الخضروات من خلال بعض المشاريع الزراعية في مقاطعة كيفا. وتهدف هذه المشاريع الزراعية إلى تلبية احتياجات السوق من الخضروات خلال شهر رمضان المبارك. عقب موسم حافل بالبذر أتى الحصاد ليجني هؤلاء الشباب ثمار ما غرست أيديهم. الشباب رأوا في زراعة مستقبلهم بعد أن مدت لهم يد العون من طرف الفاعلين في المجال، حيث وفرت لهم أرض صالحة لزراعة مع مدهم بالبذور والأدوات اللازمة لأجل تأدية ما تحول من عمل إلى هواية بالنسبة لهم. نحن نيجينا زيان عندنا حتى وراينا ورق قايمين في قضيته الحمد لله، شو المنتج منه رائي ولا وش كذب رائي هاي سبومة لنا نهارين ورق هيشينا 90 كيل من سبومة من منتجنا نحن، ما باقي شيء ما عندنا. عندنا سبومة وعندنا مبطاس وعندنا بومبيتير وعندنا النعناع وعندنا صالات وعندنا البصل، ما باقي شيء تبارك الله وتماتة عندنا
ما باقي شيء من احنا ما زرعنا زار اين وبدا. الشباب استفادوا من تنسيق جهود اتحاد تعاونيات العصابة التي تنضوي تعاونية الخيري تحت لوائه، حيث وفرت لهم فرصة عمل جعلتهم فاعلين في الحياة ومكنتهم من مصدر دخل يلبي احتياجاتهم. نشجع رئيسة التعاونية ونشجع الشباب اللي دعينا بداية الموسم لزراعة الخضروات. ذوك الشباب يتمثلوا في رابيرات هيركيف المعروفين، كان توجههم الراب، وإحنا دعيناهم للزراعة واستجابوا ولله الحمد. وإحنا كاتحاد وفرنا لهم أرضية صالحة للزراعة هي تعاونية الخير. الهدف عندنا من المشروع على النساء والشباب يتوجه للزراعة ويعرف على أنها هي الاقتصاد، الزراعة هي الاقتصاد، ومدى تزرع ما عندها مشكلة. هذا المشروع الحمد لله فتنا قطعنا منه 45 كيل من سبوم ودخلناها السوق وبعناها، وتقطعت منه 25 كيل من طماطم ودخلناها السوق الحمد لله وبعناها. بين الفينة والأخرى يستفيد الشباب من دروس في الإرشاد الزراعي يقدمها لهم خبراء في المجال لأجل تمكينهم من الاستفادة من الزراعة على الوجه المطلوب، ما جعلهم بدورهم يحثون أقرانهم على الإقبال على هذا المكون التنموي والاقتصادي الهام. حمد المصطفى، نونو، قناة الموريتانية، مدينة كيفة. نشرة الولاية انتهت. إلى عنوانها الرئيسيين: والي ترارزا يشرف في مدينة روسو على إطلاق عملية لتوزيع كميات من السمك على بعض الأسر في المدينة. السلطات الإدارية في مقاطعة القصيبة تواصل مواكبتها لتموين السوق بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك. نهاية النشرة، إلى اللقاء.